نفرح بالعيد ولكن بقلوب موجعة عندما ننظر ونتطلع على إخواننا في فلسطين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. ونتوجه إلى الدول العربية والإسلامية أن يؤازروهم وأن يقفوا معهم في هذه المحنة. احنا الأمة الإسلامية أجمع بعيد الأضحى المبارك من داخل الشيخ عبد القادر، ونتمنى الأمن والأمان للعراق أجمع، والفرحة وتسود الأمن والأمان والحياة السعيدة إن شاء الله للأمة الإسلامية والعربية.